السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شهوات الدرجات عندكم باش تدي لكم واحد الكيكه او بسبوسه بسميده، كتجي رائعه وكتجي فنه فنه، كتجي بنينه. انا درتها بزاف المرات ودابا بغيت نديرها بطريقه اخرى ومقادير اخرى. واخا هي نفس الخدمه ديال الكيكه ولكن عندها مقادير اخرى كتجي لذة اخرى تاني. كنتمنى انكم تجربوها وكنتمنى الناس الجدد اللي دخلوا عندنا يديروا لينا ابوني وتشجعونا وتبقاو معنا الى اخر الفيديو. نتمنى منكم اخوتي اللي دخلتوا لا فيديو تكملوا ليا بالمشاهده، الله يخليكم. وما تنسونيش بواحد البصيمه طلعوا ليا لا فيديوهات ديالي، الله يخليكم. انا بغيتكم باش تعاونوني، كنطلبكم ديروا ليا تعاونوني في هاد 4000 ساعه. راه باقي ما ساليتهاش، باقي ما كان نتخلص، باقي ما والو، كيخلصنا غير الله. المهم انا كنشارك معكم غير هاد الاطباق، الا عجبتكم راه مرحبا، ما عجبتكوش ماشي مشكل. احنا في الدنيا هذه كل واحد راه كيدير الاذواق. المهم انا كنشارك معكم هي الحويجات اللي كندير في داري، الحاجات اللي كندير دائما لوليداتي هي اللي كنشارك معكم. ما كنشوفش لا كتب لا والو، المهم هادشي اللي كندير في داري كنقدمو لكم. ونتمنى انكم تقبلوا عليا الا درت شي غلطه تسامحوا ليا وتشجعوني في هذه المرحله. ان شاء الله نتحسن ونجيب افكار كثيره نجيب افكار كثيره ونجيب شهوات كثيره ونجيب شهوات عالميه، علاش لا؟ وان شاء الله يا ربي. المهم دابا ندخلوا للمقادير ديال هاد الكيكه او البسبوسه بطريقه شهوات الدار. عندنا هنا كيف كتشوفوا عندي الزبده، الزبده اي نوع الزبده عندك. انا هذه درتها غير المانغارين ديال الحلوه، عندي تقريبا ناخذ معلقه كبيره ديال الزبده. عندي الزبيب، هذا الزبيب ديال شهوات الدار مصاوبه هي على ايديها، هذا صوبته انا على ايديا في العيد. المهم كنشدو الزبيب وكنقطعوه بالمستة تيولي صغير. عندي هنايا شويه الزنجلان او السمسم، الناس اللي الدول الاخرين يعرفوا السمسم. غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره وغادي نخلي الاخر تزيين. قلت لكم هذه البسبوسه ولو سميده هي كيكه وصراحه كتجي بحال البسبوسه. عندي كاس ديال الزيت ما عمرش، تقريبا غندير ربع ديال هذا الكاس ديال الزيت. عندي هنايا ثلاثة البيضات وعندي جوج ساشيات فاني وعندي ثلاثة الخمارات حمرين اللي غادي ندير. وغندي هنايا كاس الحليب، عندي كاس الحليب عامر. عندي شوية المربى، غادي نهز واحد المعلقة كبيرة المربى المسمش، هاد المربى غنهز منها يعني معلقة كبيرة، يعني بحال هذه غنعمرها. باش بالنسبه للدول الاخرى، عندي هنا السميده ديال الحلوه، السميده ديال الحلوه هي سميده رقيق، السميده تاع ماشي ديك الغليظه، هي بحال هذه تتكون رقيقه ديال البغرير، هذه ديال البغرير. عندي كاس ديال سميتو سكر كلاصي، ولا ما عندك سكر كلاصي كتعوضي بسكر سنيده. عندي كاس ديال سكر كلاصي. المهم انا داكشي اللي عندي في الدار راني استخدمته، ما خرجش صراحه الزنقه باش نجيب. عندي سكر كلاصي بغيت نضيفه، صافي هادشي اللي كاين. عندي هنايا دقيق الفورص، عندي الفورص غادي ندير منه تقريبا جوج المعالق كبار تاع دقيق الفورص غير باش تلحم ليا هاد السميده. غادي ندير جوج المعالق تاع دقيق الابيض. وعندي كاس الماء درته في هاد الباني، كاس الماء اللي عندي. غادي نبحث دابا المقادير وغادي نجي باش نخدم. بسم الله، صافي هادو هما المقادير. وغادي نجي دابا باش نبدا نخدم. غادي نجيب ستاتيو، غادي ندير كاس الماء هنايا. هنا درت فيه كاس ديال الماء، كيف كتشوفوا هنا كاين الماء حيت السميده كتشرب. هاد السميدو السميده راه كتشرب ماشي بحال. غادي نضيفو معلقه ديال المربى، معلقه عامره ديال المربى كتجينا لذيذه، معلقة ديال المربى. نتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان. غادي نضيفو البيض، يا ربي يا كريم. المهم غادي نخدمو وغادي نهضرو، نتمنوا يا ربي
كانت الأوضاع ويزول علينا هذا الوباء يا ربي. وغادي نبقى نحرك غير بيديا ما ستارشي والبيض بحال هكا كنخلطو البيض. غادي نضيفو سكر كلاصي نضيفو هاد المعلقه كبيره كتاع الزبده. واخواني الا ماباش تذوب ليكم هاد الزبده ديركم تكون الزبده على درجه المطبخ ما تكونش ثلاجه حيت خصها تكون شويه رطبه باش دغيا تحل ليكم بحال هكا. غادي نضيفو شويه ديال الزيت تقريبا ربع كاس تاع الزيت. ها انتم ربع كاس ديال الزيت اللي درت. غادي نحركو هاد الخليط مزيان وغادي نجيبو نديرو الفاني جوج باكي ديال الفاني. واخا تبان ليكم الزبدة ما تحلاتش فالزبدة غادي تحل لحقاش غادي نضيفو السميدة حرشة وغادي تخدم لينا هاد صافي. غادي نحركو مزيان هاد الخليط وغادي نضيفو دروكا المواد الجافة. غنديرو شوية السمسم ونخليو شوية تزيين. نضيفو الزبيب الزبيب حتى هو تيجي زوين في الكيكات وكنحركو. صافي دابا بقات لينا السميدة وشوية دقيق الفرن والحليب يعني الحليب غادي نضيفو كاس الحليب. كاس الحليب حتى هو هانتوما. هاد الكيكه راه مغذيه وزوينه للاطفال الصغار وزوينه مع دابا ايام العيد وكنبقاو في اللحم كنعوضو شويه من نديرو وليداتنا بحال هاد المواد. كاع الحاجه الجافه يمكن ديريها في هاد الكيكه. كاع النواشف ديال اللوز الكركاع كلشي يمكن لك ديري. ولكن انا هادشي اللي عندي دروكا درتو. انا الصراحه كندير فيها بزاف كندير فيها الكركاع كندير فيها شويه اللوز شويه شويه من الحاجه الكاوكاو كلشي كنديرو فيها الزبيب. ولكن انا هاد الجوج اللي عندي دروكا المهم هادشي اللي عندي في الدار وصافي شحال شاركتو معكم. غادي نجمع هاد الروينه صراحه نزيد شويه ديك الفورس خصنا ندير واحد شويه ديك الفورس واحد جوج جوج المعالق نتاع ديك الفورس لا غير. درنا جوج المعالق ديك الفورس لا غير لا غير. دابا بقات ليا الخميره صاشيه الخميره والسميده صافي هادشي اللي بقى. غادي نجمعو هادشي وغادي نضيفو السميده بشويه بشويه. القياس ديال السميده اللي بغينا اللي غتجمع لينا هاد الخليط او هاد البسبوسه وغنديروها في القالب. هادشي اللي كان ما فيهاش خدمه بزاف الصراحه خوتي ما فيهاش خدمه بزاف. غادي نضيفوها انتم السميده بشويه بشويه ومن بعد غنضيفو الخميره. الخميره غنضيفو تقريبا جوج الخمارات نتوما على حسب تديرو جوج ديروهم تديرو ثلاثه ضيفوهم. انا غادي نضيف ثلاثه انا غنضيف ثلاثه الخمارات يعني ثلاثه خمارات صاشيات. وغادي نحرك هادشي مزيان مزيان حتى يتخلط ليا مزيان وغادي نخويه في القلب. صافي هادشي اللي كاين ما كاينش فيها شي حاجه كثيره كتجي ألذ ما يكون اخوتي كتجي بنينه 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 مع داك المذاق ديال المشه ديال المربى وهذاك الزبيب وهذاك كتجي واحد الكيكه نسمه اخرى نسمه اخرى بهذا المذاق ديال الجنجلان او السمسم. كتجي مذاق زوين بهذا المذاق ولا زدتو فيها فواكه اخرين
راه تفكروا شي هوا الدار، غادي تفكروا شي هوا الدار بهاد الكيكه. المهم انا غادي نخلطها، ها نتوما شفتوها كيف جات، راه ما فيهاش شي خدمه كثيره ولا دير التراب ولا دير للروبو، ها انت غير بيدينا، غير بيدينا وستاتيو صافي، غير بيدينا وهاد التراب تاع اليدويه صافي. هادشي دابا تخدمات لينا، غادي نمشيو نديرو لها، نديرو فيها الخمارات وصافي، نطفيو ونطفيو وان شاء الله. ما تنساونيش، ما تنساونيش بواحد لي لايك، ما تنساونيش بالدعم ديالكم يا اصدقائي. ما تنساوش هوات الدار كتحل لايك وما كتجيوش عندها، ماشي مشكله خوتي احبابي، ماشي مشكله احبابي. نتوما ما غاديش تكونوا مساليين، والله يكون في العوان، الله يكون في العوان، الله يكون في العوان، كل واحد الله يكون في عوانه. ما كان لوم حتى حد. كنسلم على الناس كلهم، وكنعزي الناس اللي في لبنان، الا كان شي واحد كيسمعني كنعزيهم بزاف بزاف، لاننا الصراحه اليوم والبارح قلبنا كيتقطع مع خوتنا اللبنانيين. وحق الله اخوتي قلبنا كيتقطع، لا زعما لا حول ولا قوه الا بالله، على كارثه مساكن. وحق الله اخوتي الى لا اله الا محمد رسول الله، الناس اللي ماتوا الله يرحمهم ويستر عليهم. المهم هذه هي الكيكه ديالنا، غادي دابا نمشي نديرها في واحد القلب. القلب ساهل بحال هذا، بحال هذا، بحال هذا فاش كندير دائما الكيكات، هو فاش غادي ندير. ونتمنى لكم تجربوا الكيكه هانتوما، غنديرها في القلب ونرجع معكم.